لو قلتلك إن رمضان فرصة إنك تنقي جسمك من السموم، إنك تحافظ على وزن صحي وجسم صحي حتى لو أنت وزنك أصلاً مش عالي، فإن أنت تتخلص من دهون جسمك اللي هي ممكن تتسبب إن أنت بعد كده شكل جسمك يكون مش كويس، أو إن أنت تخس لو وزنك زاد الفترة اللي فاتت، أو لو عملت أنظمة غذائية كتيرة جداً ورجعت تخنت نفس الوزن اللي انت خسيته، فدي فرصة ان انت في رمضان تخس وزن. انا اضمن لك ان انت مش هتتخنه تاني، لانك هتخس بطريقة صحية وهتخسر من الدهون مش من العضلات، فشكل جسمك هيتغير، مش بس ميزانك هو اللي هيتغير، مقاساتك هتتغير، وهتلاقي نفسك على اخر رمضان خسيت ممكن من 5 ل10 كيلو لو مشيت على التعليمات اللي انا هقول لكم عليها في الفيديو ده. في 4 حاجات مهمين لازم يكونوا في دماغك علشان صيامك يكون صحي. اول حاجة لازم اكون فاهم لازم ابعد عن ايه او اتجنب ايه، او الحاجات دي ما ينفعش خالص تكون اساسية في رمضان. تاني حاجة لازم افطر على ايه، اكثر صيامي على ايه، ودي خطوة مهمة جدا وهقول لكم معلومات مهمة جدا في الموضوع ده عشان تلاقوا نفسكم في الاخر عندكم طاقة وتلاقوا نفسكم فعلا قادرين تخسوا على اخر الشهر. تالت حاجة الوصفات المشهورة اللي مرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا واللي كلنا بنحبها، ازاي ان احنا نعملها بطريقة صحية اكتر، واخر حاجة هناكل منها كميات قد ايه، لان ده عامل مهم جدا عشان نلاقي نفسنا على اخر الشهر بصحة احسن ووزننا احسن بكتير. اول حاجة انا هفطر على ايه؟ لازم افهم انه جسمي بقاله فترة معدتي مفيش اي حاجة دخلت لها، لازم اكون ذكي جدا اول حاجة تدخل لها ايه. اولا الرسول عليه الصلاة والسلام معلمنا ان احنا نفطر على تمر ومية او بلح رطب ومية، بلاش البلح الناشف. عملية التجفيف بتأثر على الفيتامينات اللي في التمر، خصوصا على فيتامين سي وفيتامين بي. ليه تمر ومية دافية او مية فاترة؟ اولا السعرات الحرارية اللي في التمرة الواحدة بتتراوح من 15 ل20 ل30 بالكتير قوي، فهلاقي نفسي خدت حاجة سعراتها الحرارية مش عالية. التمر مع مية الطاقة اللي الجسم محتاجها لحرقهم قليلة جدا، غير ان هم غنيين بالسكريات، الالياف، المعادن، الفيتامينات، فبلاقي فيهم ايودين، زنك، فوسفور، فيهم فيتامين سي، فيتامين بي، وكمان ما فيهمش بروتين ولا دهون، فهلاقي نفسي في الاخر ما تعبتش معدتي، ما حسيتش بتعب، وهيأت المعدة كمان للأكل اللي جاي بعد كده. ليه مش تمر ولبن؟ اللبن مليان عناصر غذائية مفيدة جدا وحلوة جدا لجسمنا. خلي التمر واللبن للسحور، بلاش التمر واللبن للفطار، تمر ومية في الفطار، تمر ولبن في السحور. ليه؟ بلاش بروتين بطريقة مباشرة على معدة فاضية، لا يفضل تماما خصوصا في وقت الصيام، وفي دراسات كتيرة جدا قالت ان ده خطر كمان. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنفطر على التمر، هناخد مية، هنقوم نتوضى ونصلي، هنرجع علشان الفطار. نيجي على خطوة هنقوم نتوضى ونصلي، في دراسات كتيرة جدا، والغريب ان الدراسات دي عملوها دول أجنبية، أثبتت انه حركات الوضوء وحركات الصلاة حركات بتساعدك على ان جسمك يكون شكله كويس جدا، وانك تتخلص من دهون البطن كمان، وان ظهرك يتفرد. فاللي انت مطلوب منك ان انت وانت بتتوضى وتصلي تكون مستحضر كده عظمة طبعا الفريضة دي، وان انت كمان بتساعد صحتك، فان انت كمان لو شفطت بطنك وتنفست كويس وشربت مية قبل الصلاة وبعد الصلاة، ورجعت هتبدأ بالشوربة بعدين السلطة، الشوربة بعدين السلطة. تاني حاجة هنبعد عن ايه؟ هنبعد عن حاجة مشهورة جدا على الفطار، وانا مش عارفة هي ما فيهاش اي قيمة غذائية، ده غير ان هي مضرة كمان، هي الصودا. نبعد عنها او نقللها، في ناس بتحبها، بس انا مش هقدر صراحة اضحك عليكم، يعني مش المفروض ان هي في الصيام تماما، يعني انا مش شايفة اي قيمة غذائية او اي فايدة او اي ترابط بينها وبين رمضان، غير ان هي بقت ترند كده، بقينا متعودين انه يبقى فيه صودا على الفطار، ودي حاجة غلط جدا. لازم نبعد عن الصودا، لازم نبعد او نقلل جدا المقليات، لازم نبعد عن الحلويات. الحلويات يا جماعة والسكر الكتير ده في الدم، ده اولا بيقلل المناعة جدا، تاني حاجة ده هو العامل الأساسي في تخزين دهون جديدة ومنع حرق الدهون القديمة اللي في جسمك. يبقى لازم تفكر قبل ما تبدأ تكسر صيامك ايه الحاجات اللي لازم ابعد عنها لو انا عايز اخس على نهاية رمضان. طب ازاي هنبقى اذكياء في تحضير وصفات رمضان؟ اول حاجة الشوربة. الشوربة هنعملها بمرقة لحمة او فراخ، وممكن مرقة عظم كمان. نبعد بقى عن الشوربة الكريمية بقى اللي هي بتبقى مشهورة في رمضان دي، ممكن نعملها مرة في الاسبوع، ويفضل ان احنا لو هينفع نعملها ممكن نعملها بلبن او زبادي خالي الدسم.
تاني حاجة السلطة. السلطة احنا عايزين قيمة غذائية ومش عايزين سعرات على الفاضي. السلطة ممكن سعراتها الحرارية تتراوح من 90 لحد 900 سعر حراري، لو حطينا عليها عيش مقلي، لو عملنا الدريسنج بتاعها بالمايونيز، لو حطينا جبن صفرة كتير عليها، كل ده احنا دخلنا سعرات حرارية كتيرة جدا. هنلاقي نفسنا على اخر اليوم اخدنا سعرات زيادة، وفي الاخر فاكرين ان احنا بناخد سلطة. نستعيد عن ده بايه؟ ان احنا نحط الليمون، الخل البلسمي، خل التفاح، زيت الزيتون. معلقة زيت الزيتون فيها 45 سعر حراري، فهلاقي نفسي اخدت دهون مفيدة. المقبلات، المقبلات دي حاجة مهمة جدا، اشهرها مثلا السمبوسك. السمبوسك مش هقول لكم يعني اعملوه في الفرن ورشوه زيت واعملوه في الفرن، لا مش هقول لكم كده خالص، ها خالص خالص خالص، اقلوه يا جماعة مفيش اي مشكلة وصفوه كويس. بس في حاجة مهمة قوي، الحشوة بتاعته مش لازم تبقى بطاطس بالجبنة، جبنة بالجبنة، مش يعني ممكن الحشوة تبقى اخف شوية، ممكن الحشوة يبقى فيها خضار، حلويات رمضان ومشروبات رمضان. مهم جدا ان احنا نكون واحنا بنحضر حلويات رمضان نفكر في كمية السكر اللي احنا بندخلها جسمنا، لان دي بتضعف المناعة. الزنك بيتأثر جدا، اللي هو عنصر مهم جدا للمناعة، بيتأثر جدا بنسبة السكر. نحاول نستخدم بدائل السكر الصحية. انا من اكتر البدائل الصحية اللي بدخلها في كل وصفاتي عسل النحل وسكر ستيفيا، ده امن سكر ممكن تستخدموه وبيديكوا نفس طعم السكر العادي في الوصفات، وموجود دلوقتي في كل السوبر ماركت وانواع كتيرة جدا. العصاير بقى، العصاير المعلبة اللي فيها سكر مضاف اليها سكر لازم نبعد عنها تماما. العصاير عموما لازم نفكر في ان انا دلوقتي لما باخد عصير انا ما باخدش الالياف وانا باخد سكر، فما ينفعش مثلا اشرب 4-5 كوبايات برتقان واقول بقى ما انا تاني يوم صايم. مهم جدا انا هشرب قد ايه من العصير. من الحاجات الكويسة جدا جدا فطار وسحور يميش رمضان، علشان كده اليميش ده من الحاجات اللي لازم نعملها كل يوم. بنعمله بمية، ما بيتعملش بلبن. الطبيعي ان احنا بنحط كل الحاجات الناشفة من الحاجات الرمضانية بتاعتنا، ولازم نكون عارفين ان الفواكه المجففة دي فيها نسبة السكر موجودة، هي مجففة بس نسبة السكر موجودة. مهم الكمية اللي احنا هناخده منها. بس اليميش وجبة حلوة جدا، لو احنا اخدنا كوباية نصها يميش ونصها مية، حاجة حلوة جدا. على فكرة اخواتنا المسيحيين كمان بيحبوها جدا وبيعملوها في رمضان، لان الحاجات دي بتبقى متوفرة جدا في رمضان وهي قيمتها الغذائية عالية جدا. اتمنى يكون الفيديو ده افادكم وحمسكم وشجعكم على انه فطاركم يكون صحي، وفي الاخر فعلا كلوا كل نفسكم فيه، ما تحرموش نفسكم من حاجة، بس الكميات مهمة جدا. شرب المية من اول الفطار لحد السحور مهم جدا. الحلويات بلاش تكون بعد الفطار على طول. انا عن نفسي باكل حلويات بس باخد قطعة بسيطة بعد الفطار بساعتين، بعد ما بكون اتحركت وبعد ما بكون صليت وبعد ما اكون اكلت. الموضوع ده هيفرق جدا معاكم، ومش لازم حلويات يعني كل يوم، ممكن يوم ويوم لا، النهاردة قطعة كبيرة بكرة قطعة صغيرة. لو قدرنا ان احنا نمنع الحلويات تماما او ناخدها مرة في الاسبوع، ده الكلام ده لو احنا هدفنا ان احنا نخس، هتلاقوا نفسكم على اخر الشهر سعراتكم الحرارية اللي هي زيادة بقت أقل، فهتلاقوا إن وزنكم وشكل جسمكم كمان اتغير ونفسيتكم بقت أحسن كتير. متشكرة إن أنتوا بتسمعوني، وأسفة إن أنا طولت عليكم، بس في معلومات كثيرة قوي، وعايزة أشجعكم بجد إنه رمضان ده يكون رمضان صحي عليكم إن شاء الله.